مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده 7 يناير 2023، وهدخل في اول موضوع على طول، قانون الايجار القديم، الازمه اللي كل الناس تقريبا عايزه تحلها لكن صعب تجمع الفرقاء. ازمه مستمره بقالها سنوات وسنوات، واخيرا السنه اللي فاتت خرج جزء من القانون مهم جدا ليه علاقه بالقانون الايجار القديم، ليه علاقه بالشخصيات الاعتباريه او الاشياء الغير سكنيه او الجهات الاعتباريه الغير سكنيه او التجاريه. التطبيق بعد سنه اخباره ايه، والخبر اللي سمعناه حقيقي ولا لا؟ هنعرف من الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنه الاسكان في مجلس النواب. اهلا بحضرتك سياده النائب. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا، كل سنه طيبين. وانت طيب، ويا رب دايما مصر بخير. السؤال الاول ليه علاقه بان الاخبار اللي سمعناها دي ان بعد شهر من دلوقتي هيكون القانون الخاص بالايجار القديم جاهز ويخرج، هل الخبر ده حقيقي؟ لا طبعا، شهر ده مستحيل. هذا القانون بالذات هيحتاج حوار مجتمعي واسع وهياخد وقته، عشان الحوار المجتمعي ده نقدر نوصل لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع ويبقى فيه تدريج في التنفيذ، لان ما ينفعش هذا القانون يتطبق في التو والحال، لازم يتطبق تدريجيا. طيب انت زي حضرتك ما قلتي، هو قانون يهم غالبيه الشعب. صحيح، لان اغلب الناس يا اصحاب عقارات يا اما ساكني في هذه العقارات، ما عدا جزء قليل بقى اللي هم بيسكنوا في املاكهم، لكن ده نسبة كبيرة قوي من الشعب المصري، تتجاوز 85% يهمهم هذا القانون، وبالتالي ده قانون هام وبالغ الحساسية. طيب ممكن افهم، وأجل النظر فيه على مدى عشرات السنين، لان كان كل حكومة تيجي تأجله تقول لك الحكومة الجاية. يمكن المواجهة فيه صعبة جدا مع الناس جداً، لانك مش هتقدر ترضي الطرفين. حد اقل من القيمة بتاعة الايجار بيدفع فلوس لصاحب العين، وده طبعا بيضره، وحد تاني صاحب العين مش قادر يستفيد من الممتلكات بتاعته. طيب حضرتك قلت هيتطرح لمناقشة مجتمعية، ده بعد ما نخلص النقاش في المبدئي في البرلمان، ولا هيبتدي من بره لجوه يعني؟ لا بص حضرتك، هي طبعا القانون ده محطوط على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان في مجلس النواب، هذا دور الانعقاد ده، ونأمل أن احنا نخلصه قبل نهاية دور الانعقاد ده إن شاء الله. يا رب والله هيبقى تفرح الناس. هنسمع الأطراف كلها، كل المعنيين وكل الخبراء وكل القانونيين في هذا الأمر، ولازم نشوف أحكام المحكمة الدستورية اللي صدرت في السنوات السابقة تبقى أمام نظر اللجنة، لأن الموضوع زي ما أنت قلت صعب قوي وحساس ومحتاج دراسة متأنية. صحيح. طب لو حكمنا على ما صدر بالفعل من سنة، اللي هو زيادة 15% على الإيجارات للشخصيات الاعتبارية والوحدات التجارية، وتزيد ال 15% دي بدءا من السنة اللي فاتت على مدار 5 سنين، وبعد كده يبقى فيه عقود أخرى، ممكن حضرتك تقول لنا بعد سنة إيه اللي حصل؟ بص حضرتك، هو أصلاً دي كان الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. مين الأشخاص الاعتبارية؟ هي الحكومة بكل فروعها، الشركات بكل أنواعها، دي الأشخاص الاعتبارية. لكن ما كانش الأشخاص الطبيعية اللي هو أنا وحضرتك كده، التجاريين ده بيسمى شخص طبيعي، يعني من واحد لواحد ما يشملوش هذا القانون. لكن هذا القانون كان بيشمل العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وده ليه؟ لأن كانت أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم قالت فيه أن لا يمد الإيجار للعقارات اللي مؤجرة للأشخاص الاعتبارية. لقينا لما جاء يطبق حكم المحكمة الدستورية وبدأت المحاكم تدي أحكام، فوجئت الحكومة أن عندها عدد كبير من المقرات بتاعتها اللي بتقدم خدمات للمواطنين هتتاخد منها، وهي طبعا مش مستعدة أنها تقدم الخدمات دي، مفيش مكان اخر. وبالتالي كان في ضروره تشريعيه ان يتدخل البرلمان عشان يدي فرصه للحكومه، واداناهم 5 سنين على اساس ان في ال5 سنين دول يكونوا دبروا المقرات للخدمات الجماهيريه، ما بين مكاتب بريد، ما بين مكاتب تامينات اجتماعيه، يعني حاجات كتيره قوي بتقدم خدمات للمواطنين كانت مقرات مستاجره.
عظيم سيادة النائب، أنا بشكرك جدا لتوضيح النقطة دي لأن حصل فيها لبس. طيب هل معنى كده أن نفس النموذج ده هيتطبق على الأشياء الأخرى؟ يعني إذا كان ده للأشخاص الاعتباريين. والله هو نموذج محل دراسة، وهنشوف هل النموذج ده قابل للتطبيق على الوحدات السكنية والوحدات التجارية الأخرى ولا لا. يعني فكرة مطروحة إن أنا أعمل زيادة سنوية يتفق عليها بشكل أو بآخر عشان أوصل في مرحلة ما للسعر العادل لهذا العقار، وفي هذه الحالة هتستقر الأوضاع. أما يطبق القانون بقى يبقى العقد شريعة المتعاقدين ونعود للقانون الطبيعي، يبقى في الحالة زي دي حتى هتبقى في حالة من الرضا ما بين الطرفين. صحيح. خلي بالك حضرتك انت قلت فيه شد وجذب بين الطرفين طول الوقت، المالك والمستاجر، وكل واحد بيدافع عن وجهة نظره، وكل واحد بيعتبر نفسه خسران جدا، وواحد بيعتبر نفسه صاحب حق وهكذا. لكن احنا نقدر نوفق ما بين هذه الاوضاع تدريجيا باسلوب زي اللي اتبع فيه القانون المشار اليه الخاص بالاشخاص الاعتباريين. زي ما حضرتك قلت الموضوع محتاج جرأة شديده جدا للتطبيق ولاصدار هذا القانون، واحنا معتمدين على حضراتكم لحل ده. بنشكركم جدا جدا دكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي اديتها. طيب من الكلام اللي اتقال في هذا الموضوع لموضوع تاني غايه في الاهميه، ولادكم بدأوا امتحانات، أكيد في منكم كتير في محافظات مختلفة بدأوا مع بداية السنة ومستمرين كمان لحد آخر الشهر وأحياناً لحد الأسبوع الأولاني من فبراير وغيره. ورجعت ليلة الامتحان، هي فلوس وجري من سنتر لسنتر ولا تجهيزات في البيت وحاجات لازم نعملها احنا كأسر؟ بيعملوا ايه الأسر وايه أفضل حاجة بعد التجارب ممكن نعرفها نعملها ازاي؟ خلينا نعرف من حد من أولياء الأمور اللي معانا حالاً دلوقتي عبر زوم، الأستاذة صابرين. مساء الخير. أهلا مساء الخير، زي حضرتك؟ ازيك وربنا معاكي بصراحة على ربنا معاكي في موضوع الامتحانات. عندك كم حد؟ جدا. أنا عندي أولى ثانوي وعندي خمسة ابتدائي اتنين توأم. ما شاء الله ما شاء الله. أنا أولا بشكر حضرتك واسمحي لي إن أنا أقدم تهنئة لإخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل سنة وهم طيبين وكل سنة وكل مصري بخير وسلام يا رب. يا رب. بالنسبة للدروس الخصوصية بصراحة هي واقع مر، واقع مر إحنا بنواجهه كأولياء أمور من بداية دخول الطفل المدرسة لغاية ثانوية عامة. فإحنا للأسف مش هنقدر نبطله لأسباب كتير جدا، الكثافة والمناهج الجديدة. فخير يعني انتي الثلاث ولاد يعني. ربنا معاكي طبعا، الثلاث ولاد ربنا يبارك لك فيهم كلهم بياخدوا دروس خصوصية. طب بيعملوا ايه بقى في ليلة الامتحان؟ بتوديهم الدروس ولا بتجيب لهم مدرسين في البيت ولا؟ انا لا، في مدرسين طبعا بيجوا في البيت، هو طول السنة بيكون معانا مدرسين طول السنة، حصة اسبوعية لازم طبعا. فليلة الامتحان دي انا ببقى عامله جدول قبل، يعني وانس ان الجدول بتاع الامتحان نزل انا ببقى عامله جدول ليا انا في البيت للمواد. ف يعني العربي مثلا هو اول ماده، فانا بخليه هو اخر ماده في المراجعه. ليله الامتحان بنعمل ايه؟ اولا بعتني طبعا بالحاجه الغذائيه قوي، بعتني بالمكان اللي بيقعدوا يراجعوا فيه، بتفق طبعا مع المدرس بكل ليله الامتحان لازم، لان المنهج جديد. انا في المنهج القديم كنت بعرف اراجع مع اولادي، المنهج الجديد انا ما اعرفش ايه الاسئله اللي ممكن تواجه الولاد في اول يوم في الامتحان. بعتمد على المدرس صراحه ليله الامتحان. بنيمهم بدري، بيبقى في بريك طبعا في النص، ما باخدش كل يوم مذاكره والا يهنجوا مني. طب ما تخلينا اسالهم هم يعني انا شايفاهم زي القمر جنبك اهو، ازيكم عاملين ايه؟ قولوا لي ماما موتراكم علشان الامتحان ولا بتخلي لكم الدنيا هاديه؟ الحق خلينا الدنيا هاديه. الحق هي هتغمض عينيها مش هتسمع، ما تقلقوش. طيب إيه بنعمل ايه ليله الامتحان؟ ايه اكتر حاجه بتحسوا انها ممكن يعني في ليله الامتحان دي لو حصلت انا هقدر بكره الصبح احل كويس في الامتحان؟ اذاكر كويس، امتحانات كتير، تحلوا امتحانات، اسئله في امتحانات قديمه علشان تقدروا تبقوا جاهزين لنوعيه الاسئله تاني يوم. صحيح صحيح.
اوكي. وغالبا المراجعه ليله الامتحان الاخيره دي ممكن يجي لكم منها اسئله قد ايه في الامتحان تاني يوم؟ كتير؟ لا شوفي، في المنهج القديم كانت بصراحه بتيجي 90%، المنهج الجديد ممكن 70% 60%. المنهج الجديد بيفاجئنا، الاسئله بتفاجئ. طيب بتبقى اسئله غير وانتوا رايكم ايه؟ الاسئله كانت بتيجي صعبه عليكم بالمنهج الجديد على قد ما انتوا بتحلوا لحد دلوقتي، ولا شايفينها كويسه وانتوا متجاوبين معاها؟ لو احنا معتادين عليها، لو هي جوه المنهج طبعا تبقى كويسه. انا بس رايي حاجه، ان المدرس لازم يكون مؤهل جوه المدرسه علشان يقدر يدي الطالب والطالب يبقى مستوعب. ما ينفعش ان انا ادخل الطالب مثلا سي هو طالع من سنه سته على نظام معين، ادخله اولى ثانوي في نظام هو جديد عليه، يعني طبيعي الاسئله بتكون مختلفه. يعني عايزه تقولي الولاد محتاجين يتمهد لهم اكتر علشان يتاقلموا مع الجديد اللي بيحصل والتجديد. طبعا وضحت. والمدرس نفسه لازم يؤهل جوه المدارس، المدرس نفسه يؤهل جوه المدارس عشان يقدر يدي للطالب. في مدرسين مش مؤهلين للاسف. يعني احنا عندنا امل كبير جدا ان الخطه اللي موضوعه حاليا على الاقل تقدر تخلي الموضوع يتحسن احسن واحسن. انا بشكرك جدا مدام صابرين. انا عايزه اقول ان انا بصفتي عضو ائتلاف اولياء امور مصر احب اشكر جدا وزير التربيه والتعليم، لان هو مساعدنا جدا في النماذج الاسترشاديه اللي نازله على موقع الوزاره، بيساعدنا جدا في الاشراف طبعا على المدارس. لا يعني هو عامل مجهود مشكور، يعني ان شاء الله الخطوات اللي جايه احسن. انا بشكرك جدا يا مدام صابرين وموافقين. ميرسي. باي باي. موافقين. باي باي. يعني ده نموذج من سيدات اللي بتساعد في البيت وبره البيت. قريتوا الخبر ده؟ وزاره الصحه قالت ونزلت بيان بتقول فيه للناس لو سمحتوا علشان الوقايه من نزلات البرد والامراض الموسميه اللي الناس بتتعرض لها في فصل الشتاء، مع البدايه كده انزلوا خدوا لقاحات وخدوا الامصال اللي متوفره عشان تقوي مناعتكم ضد الامراض. وقالت ان لقاح الانفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح وفي العديد من الاماكن. طيب نعمل ايه؟ الامصال المفترض ناخدها متوفره قد ايه؟ الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح معانا على التليفون. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذه كريمه، مساء الخير على الساده المشاهدين. احنا بنتضامن مع وزاره الصحه، مش عايزين اي امراض ان شاء الله. ايه بقى اللقاحات والامصال اللي حضرتك ممكن تقول لنا عليها الناس لازم تاخدها عشان تقوي مناعتها في بدايه الشتاء؟ شتاء وعدوات تنفسية ومدارس وتجمعات بتصاحبها أمراض بتنتشر، سواء كان عدوات تنفسية أو أمراض جلدية معدية. بننصح الناس إن احنا نبتدي ناخد اللي بالذات متأخر، وإحنا طبعا متأخرين في مصل الإنفلونزا، ولكن لا يزال مهم وضروري، مفترض كنا خدناه قبل كده، ولكن أهميته لا تزال موجودة، خصوصا أطفال مرضى الحساسية، أطفال مرضى السكر، الحوامل، كبار السن، دول لا يزال أهميته موجودة، لأن العدوى التنفسية بالإنفلونزا ليها مضاعفات خطيرة على هذه الفئات، فبالتالي لا يزال مهم جدا وضروري للحماية من الإنفلونزا اللي جديدة جدا السنة دي ومنتشرة جدا وليها مضاعفات خطيرة على كل الفئات، خصوصا الأطفال مرضى الحساسية وأطفال السكر وكبار السن والحوامل. معنى كده ان الامصال دي او اللقاحات دي حاليا او الامصال دي حاليا فعاليتها ما زالت موجوده، حتى لو اتاخرنا شويه لازم تاخدوها. بالفعل، ان الانفلونزا فيروس موسمي، ولكنه برضه موجود في الصيف، واحنا لسه الشتاء ما دخلش قوي، فبالتالي لا يزال اهميه لقاح الانفلونزا مستمره. بتقل اهميتها كلما بنتاخر، ولكن الاهميه لا تزال موجوده. طب هل في معدل عمري معين بدءا من وانتهاء الى حضرتك بتقول ان ده السن اللي نبتدي فيه ناخد لقاحات مش قبل كده او امصال مش قبل كده، وده السن اللي ننتهي عنده؟ طب هنتكلم عن لقاح الانفلونزا خصيصا فوق 6 أشهر، لا يؤخذ قبل 6 أشهر. من 6 أشهر ل9 سنين لو ابني أول مرة ياخده، هياخد جرعة دلوقتي وجرعة تاني بعد شهر. لو ابني معتاد بياخده كل سنة هي جرعة واحدة كفاية. فوق 9 سنين جرعة واحدة تكفي تماما، مش محتاج إن أنا آخد أي جرعات أخرى. عظيم. طب إحنا بنتكلم هنا على الأمصال المتوفرة في هيئة المصل واللقاح، لكن في طبعا في الصيدليات يعني الناس بتلجأ ليها كتير، هي نفس النوع ولا هي أنواع مختلفة يا دكتور؟ هو نفس النوع، ولكن احنا بنفضل المصل واللقاح، سلاسل التبريد، طرق الحفظ. الدكتور اللي هناك، في دكتور هيشوفه هيساله عن تاريخه وعن سنه ويديله الجرعه مظبوط،
ممكن الصيدليات الكبيره اللي بيبقى فيها صيدلي هي دي ممكن برضه بنفس الدور، لكن طبعا مصل اللقاح بفروعه ومؤهل لاعطاء مصل الانفلونزا ياخد التاريخ المرضي، لان طبعا من ضمن موانع لقاح الانفلونزا لو حد عنده حساسيه من البيض، لو حد سنه اقل من 6 اشهر، او لو في متلازمه مناعيه اللي هي متلازمه الشلل الرباعي في تاريخ مرضي ليها ما ياخدش لقاح الانفلونزا، ودي موانع اللقاح. او لو ابن سخن مش هنقول ما ياخدوش، هيؤجل لحين زوال الحراره. سخونيه بس ولا حتى لو عندك اي اعراض للبرد ما ينفعش تاخده فتره؟ لو عندك برد او قحه بسيطه ممكن اخد اللقاح، لكن لو ارتفاع حراره يؤجل لسنين نزول الحراره. طيب في اي اعراض جانبيه بعد ما بناخد هذا المصل ولا الحياه بتكون بسيطه ما فيش مشكله؟ مثله مثل اي لقاح، اثاره الجانبيه نادره الحدوث، قد تحدث ارتفاع او حراره بسيط بعد اخذ اللقاح، قد تحدث الام مكان اخذ الجرعه، ودي تفاعلات نادره الحدوث وبسيطه في نفس الوقت. طب المصل واللقاح بيوفروا بسعر تقريبا قد ايه؟ هو موجود طبعا في المصل واللقاح في الصيدليات، وموجود في المراكز الصحيه الان لوزاره الصحه موفره بسعر مدعوم. المصل واللقاح طبعا لان السنه دي لقاح اسمه لقاح رباعي، لقاح رباعي ده بيحتوي على اشد واهم 4 فصائل موجوده في العالم كله، فبالتالي هو السنه دي نازل في اكثر من نوع، من 120 جنيه في 250 على حسب، في انواع فرنسي وفي انواع كوري على حسب الموجود، وكله امن جدا وكله تم تجربته وكله فعال بنسبه كبيره جدا. طب وده بيساعد يا فندم في الوقايه برضو، او على الاقل يحمينا بنسبه ما من المتحور الجديد لكورونا، ولا ملوش علاقه بيه؟ لا يعني خلينا بقى نيجي على اللقاح الثاني للعدوى الثانيه، احنا اتكلمنا عن لقاح الانفلونزا، تمام، هنتكلم بقى عن لقاح كورونا. لقاح الانفلونزا لا يغني عن لقاح كورونا، لان دي عدوى تنفسيه مختلفه تماما، يعني الانفلونزا مختلفه تماما عن كورونا، فبالتالي احنا هنقول ناخد لقاح الانفلونزا، وهنقول ايضا لكبار السن واللي عدى عليهم اكثر من 6 اشهر من اخر جرعه لقاح كورونا، نفضل ان احنا ناخد جرعه تعزيزيه اخرى من لقاح كورونا، لان طبعا مع التحولات اللي بتحصل حوالين العالم، من نعمه ربنا التحول لحد دلوقتي ضعيف ومالوش مضاعفات، لدرجه ان احنا بقينا نقول على كورونا هي عدوى برد، عدوى تنفسيه، الإصابة الرئوية، المضاعفات الخطيرة اللي كانت بتحصل قبل كده أقل بكثير من قبل، ولكن أهميته لا تزال موجودة فين؟ في كبار السن فوق 60 سنة، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب مرضى القلب، مرضى السدة الرئوية، مرضى الحساسية، لا يزال لقاح الكورونا مهم في هذه الفئة، وبننصح الناس، وهو طبعا الدولة لا تزال بتوفره بالمجان في جميع مراكز الصحة في مصر واللقاح. عظيم، كلها نصايح عزيزة جدا علينا، بنشكرك جدا دكتور عماد الحداد، دكتور أمجد الحداد، يعني استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح. شكرا جزيلا لكل المعلومات القيمة اللي حضرتك اديتها لنا. يعني ما تحاولوش تترددوا في ان انتوا تحافظوا على صحتك في صحتكم في الموسم ده، تغيرات الجو كتير. الخبر الأخير مؤلم، وبعتذر على ان احنا هنروح لتفاصيله، لانك لما تقرا عنوان تقول ذبح الطفلة رضيعة على ايد والدتها، معناها ان في حادث بشع احنا قدامه. ايه الموضوع بالظبط؟ هنعرفه من زميلنا محمد رمزي مراسل المصري اليوم في الدقهلية. يا مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضرتك. التفاصيل في الموضوع ده يهمنا جدا ان احنا نعرفها، لانها حادثة مستغربة، رضيعة عندها 6 شهور والدتها تذبحها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل امبارح وتحديدا عصر الامس، فوجئنا ببلاغ لمركز شرطه منيا النصر بيقول ان في ام ذبحت طفلتها الرضيعه نحرا بطول 20 سنتي، جرح قطعي في الرقبه. طبعا في الوقت ده تجمعت الاهالي وتم ضبط الام من قبل قوات الشرطه، وتم حجزها بمركز شرطه منيا النصر، ولكن في النيابه بقى كانت التفاصيل المثيره اللي قالها لنا جوزها اللي بيدعى السباع عبد اللطيف طه، اللي عمره 48 سنه، ده مزارع على قد حاله من احدى قرى مركز منيا النصر، قريه تدعى قريه الخديري. بمركز منيا النصر بمحافظه الدقهليه. ايه التفاصيل اللي قالها؟ إن التفاصيل اللي قالها ان هو اتجوز تقريبا منذ 24 سنه، في سنة 2000 أنجب 3 أبناء، هم عبد الله 22 سنة وحمدي 14 سنة وحنان كانت 6 شهور. قال إن مراته بعد 24 سنة جواز بدأ يظهر. بعتذر الأول، هي عندها كم سنة؟ 40 سنة. يعني لو من 24 سنة إحنا بنتكلم وهي عندها 16 سنة اتجوزت. 16 سنة كانت متجوزة تحت السن. بعدين؟ خلفت 3 أولاد طبعا من سنة ونص بالظبط،
ظهر عليها أعراض إن هي فجأة اتخانقت مع أخوه، شتمته، سبته، فقالوا إن في مشاكل بينهم وبين بعض كسلفات، ولكن فوجئوا بالليل هي بتهذب كلام غير مفهوم، بتكسر حاجات في الشقة، القصة دي كلها. فطبعا بدأوا يروحوا للشيوخ، قالوا إن هي عليها مس من الجن. راحوا للشيوخ، ولكن الشيوخ أكدوا إن هي ما فيش عندها أي مشكلة نهائيا ولا مس من الجن. فبدأ الزوج يرجع إنه يدور في الطب النفسي، بدأ يتردد على مستشفى دميرة بمحافظة أهلية، مستشفى دميرة للأمراض النفسية، ولكن الزوجة كانت بتاخد العلاج وبترميه في الحمام، ما كانتش بترضى تاخده. في الوقت ده كانت حامل، الزوج حاول أكتر من مرة إن هو ينزل الطفل، ولكن الأطباء في الوقت ده رفضوا رفض تام إن الطفلة دي تنزل، قالوا لأن عندها ظروف نفسية، مشكلة نفسية. في الوقت ده طبعا الأطباء رفضوا إن هي تنزل، فالزوج استسلم للأمر الواقع وساب الطفل، ومن 6 شهور تقريبا خلفت الطفلة حنان السباعي طه. والبنت عندها 3 شهور طلبت من ابنها عبد الله اللي عمره 22 سنة، قالت له يا عبد الله أنا عايز أودي أختك للدكتور. أخذها على الموتوسيكل بتاعه وأخذها بالفعل عشان يكشف عليها عنده الدكتور، وهم راجعين في الطريق فوجئ إن والدته بتمسك الطفلة وعايزة ترميها بترعة البحر الصغير بمركز بنية النصر. في الوقت ده الطفل استلقف، الشاب ده استلقف الطفلة اللي هي شقيقته من والدته، وأخذها على الفور وراح البيت وقال لهم والدتي كانت هتعمل كذا كذا. طبعا عشان قرية ريفية ومفيش مشكلة والكلام ده، فكان الموضوع بالنسبة لهم عادي، هي ست موجودة وعايشة والكلام ده. فوجئوا يوم الواقعة وتحديدا امبارح عصر الأمس، فوجئوا ان كان من عادة الزوجة ان هي بتنزل تودي الطفلة لجدتها عشان تقعد بتقعد بيها في الشمس. فبتسألها على الطفلة، بتقول لها الطفلة فين؟ قالت لهم القطة عورتها وهي موجودة فوق، تعالي شوفيها. فوجئت ان الطفلة لما جدتها طلعت، فوجئت ان الطفلة مذبوحة جرح قطعي بالرقبة طوله 20 سنتي غائر. فطبعا اتصلت بجدتها واتصلت بالجيران. في الوقت ده اخوها جه، ازاي القطة عملتها كده؟ المهم ضغط عليها لحد ما اعترفت ان هي ذبحت بنتها. في اي طبعا لما في اي مبررات حوالين الموضوع؟ يعني فكره انها كانت مريضه نفسيا والاطباء يقولوا لها لازم يفضل الطفل، او ان الطفل ده تاني نقطه ان هي كانت تبقى عايزه ترميه في الترعه، وهم يعرفوا اهل الطفله دي وزوجها وعيلتها وما ياخدوش الطفله دي منها لمكان اكثر امانا، دي كلها علامات استفهام ملهاش اجابه يعني. وبعدين الست اللي ربت حد عنده 22 سنه اذ فجاه مرض نفسي، برضو حاجات ملهاش اجابه. في اي نفسي من خلال سنه ونص فقط، يعني القصه كلها حصلت لها من سنه ونص، لكن هي كانت طبيعيه جدا. طب في اي روايات اخرى غير الروايه بتاعه الزوج؟ مثلا اهلها، اهل الزوجه، هل اي حد تواصل معاها معاهم؟ انا وقت الجريمه على طول كنت موجود عند البيت، كل جيرانها بياكدوا ان هي كانت بتعاني من مرض نفسي وكانت بتتردد على مستشفى دميره للامراض الصحيه. طب والمستشفى افرجت عنها ازاي وهي لسه لم تتعافى بعد؟ هي كانت في الوقت ده، هي لما جالها التعب كانت حامل، فطبعا المستشفى رفضت ان هي تكون موجوده داخل المستشفى وهي حامل، فطبعا حجزوها باحدى المصحات النفسيه الخاصه لمده 28 يوم يعني، وتم الافراج عنها على اساس ان هي هتمشي على علاج معين. هي الواقعه مؤسفه جدا ومؤلمه الحقيقه، وخصوصا ان احنا بنقول ان الطفله دي تعرضت لاذى قبل كده او كانت هتتعرض لاذى قبل كده. اكيد في تفاصيل هتظهر خلال الايام اللي جايه. احنا بنشكرك جدا للمعلومات اللي اديتها لنا زميلنا العزيز، يعني اكيد واقعه صادمه مؤلمه، لكن زي ما قال لنا زميلنا الاستاذ محمد رمزي مراسل مصر اليوم هناك واللي حضر التفاصيل من بعد اكتشاف الواقعه، يعني يمكن هتطلع لنا اخبار جديده كتير. الله يرحم الطفله الرضيعه ويلطف بالناس كلها. طيب فاصل وهنرجع نقابلكم هنا بمجموعه من القصص الاخباريه اللي اعتقد هيكون لينا فيها معلومات جديده هتسمعوها لاول مره في حديث القاهره. فاصل ونقابلكم هنا تاني. اهلا بكم من جديد وحديث القاهره. اخباره تهمنا لانه صانع النجوم الموسيقار الكبير حلمي بكر.
الحقيقة مؤخراً بدأنا نتألم بشدة لأن إحنا بدأنا نشوفه في مواقف وبحال ما كناش نتمنى أبداً نشوفه عليها. متألم، حزين، مريض، دخل المستشفى، قرر إنه يخرج منها وهو مصاب بشلل في قدمه. وضعه الصحي محتاجين نطمن عليه، زي ما كمان محتاجين نعرف أكتر وأكتر عن عملية النصب الكبرى اللي تعرض ليها، واللي حتى الآن بيتقال إن ده السبب الرئيسي في دخوله في هذا الوضع الصحي الحرج. بالمناسبة الجلسة دي وفق ما أعلن أول جلسة في القضية دي بتاعت عملية النصب بكرة. خلينا ناخد معلومات أكتر عنه وعن ما حدث من سيادة المستشار محمد الباجوري، محامي زوجة الفنان حلمي بكر ومحاميه هو شخصيا. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. سيادة المستشار أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم كل مشاهدينك الكرام. يعني أنا الأول عايزة أطمن على الحالة الصحية مع آخر تواصل بينك وبينه أو آخر تواصل بينك وبين زوجته، أخباره إيه؟ طمنا عليه. والله هو دلوقتي صحته بقت احسن، يعني بدات الصوره تتحسن كتير. اخر حاجه الاستاذه سماح خدت الموسيقار حلمي بكر وسافروا على البيت بتاع العيله اللي في البلد عشان يغير جو، يقعد في جو ريفي، يحسن النفس عنده، يبتدي يتحرك في وسط الاطفال، صورته تبقى احسن. يعني هو حاليا متقبل اكتر، لانه هو كان ليه تصريح اخر حاجه قال انا تعبي مش مرض جسدي، انا اللي بيعيني نفسي. الموضوع نفسي وده اللي اثر عليه بسبب، يعني هو كان بيشتكي من امراض في القلب في الفتره الاخيره. لكن بعد لما خرج من المستشفى بدا يحس ان في الم في رجله يزيد، الحركه بدات تقل، كان محتاج ان هو يقعد في وسط ناس تدعمه نفسيا، اصدقاء ليه، ناس بيحبوه يكونوا حواليه. فكرة ان استغلوا الناس القريبين ليه دي اكتر شيء ألمه نفسيا، صح؟ هو ده اللي زود عليه الموضوع بسبب الأزمة اللي حصلت، ان كان اقرب حد ليه في الفترة دي كان مدير اعماله، والخيانة هي اللي وجعته وخلت اثر الموضوع تاثر والأزمة زادت دلوقتي. طب احنا لقينا كذا مصدر لمعلومة ايه عملية النصب اللي تمت، حاجة فيهم بتقول انه مضى على قرض وهو ما اخدهوش، وحاجة فيهم بتقول انه مضى على ورق ان الفلوس تطلع من حسابه تروح لحساب حد تاني. لا الكلام ده مش صح. اللي حصل ان مدير اعماله الاستاذ حلمي طلب منه ان هو يفك الوديعه ويحولها في صوره شهادات. الا ان مدير اعماله بطريقه ما بدا ان هو يستغل حاجه تانية وحول الموضوع لصوره قرض بضمان الوديعه ما بينه وما بين حد تاني. الموضوع دلوقتي خلينا ما نصرحش بالتفاصيل بتاعته لان الموضوع بقى في القضاء، فخلينا نشوف الموضوع في القضاء اصلا. لا احنا بس عايزين نعرف لان الكلام كتير، فكره ان اصل الموضوع انه يعني ما اخدش قرض، هو الوديعه بتاعته هو كانت الفتره اللي هو فيها بسبب قله حركته ومرض القلب وثقته الزياده في مدير اعماله، فكان بيمضي على الورق على انه هيفك الوديعه، بيفك الوديعه ويحولها لشهادات بس لا اكتر ولا اقل. لكن الورق ده طلع حاجه تانية خالص، طلع قرض بضمان شقه. معنى كده ان هو متعرض لانه كمان يدفع في مقابل ده تسديد القرض، سواء كانت فلوس القرض او يضحي بالشقه او ايا كان ايه اللي هو بيعمله. هو بس خليني اقول لحضرتك حاجه، الوديعه اللي كانت موجوده كانت بتطلع فوائد للموسيقار حلمي بكر. الفوائد اللي كانت بتطلع كانت مريحاه كويس جدا، بيعيش كويس، بيصرف على علاجه، البيت الدنيا كويسه جدا. فالنهارده لما حصل موضوع القضيه من شهر 10 اللي فات، طبعا الحسابات البنكيه كلها موقوفه، الدنيا بقت بطريقه، والمرض بدا يزيد والالم بدا يزيد والدنيا ساءت بطريقه لا تتخيليها. ده وصله ايه؟ وصل ان بدا يبقى فيه الصوره اللي احنا شفناها مؤخرا بسوء حاله الموسيقار حلمي بكر. زوجته بدأت تقول إن الحالة بتزيد، إن الحالة بتسوء، إن هو مش عايز يروح في أي مستشفى تبع نقابة المهن الموسيقية. آخر مرة راح صرف مبالغ كبيرة جدا وخرج صورته بقت أسوأ، وده اللي وصلنا طيب. للأزمة الحالية اللي ما بينه وما بين زوجته وما بين النقابة. هي بكرة أول جلسات المحكمة، ده سؤال يوم 8. يوم 8 على خير ان شاء الله. احنا هنتابع مع حضرتك التفاصيل خلال الايام اللي جايه، لان احنا يهمنا ان الحق يرجع لاصحابه. الخيانه شيء صعب جدا. بنشكرك جدا سياده المستشار محمد الباجوري، محامي زوجه الفنان حلمي بكر ومحاميه. معانا بقى زوجته مدام سماح القرشي. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه كريمه. استاذه سماح، قلبنا ومحبتنا الكبيره للموسيقار الكبير حلمي بكر، وقلبنا معاكي، شفناه وهو بيشكرك وبيقول لك انت واقفه جنبي وسنداني، فربنا يخليكوا لبعض.
ربنا ميرسي جدا لدعوة حضرتك، وكل كل عام وانتم بخير، وكل عام واخواتنا الاقباط بخير الاول، ودايما مصر بخير يا رب. امين. الاستاذ الحمد لله احنا الحاله عنده طالع نازل، يعني كانت في فتره كانت سيئه والحمد لله تحسنت، وبعد كده يعني نزلت تاني طلعت تاني، بس احنا من امبارح بيغير جو، خرجنا بره القاهره بقى اللي هو حب ياخد الشمس وياخد جو جميل كده بحيث يرجع لجمهوره الحبيب ويرجع للناس ويرجع بخير وسلام يا رب، واحسن من الاول كمان. لسه بيقول لنا المستشار محمد ان هو راح للمنطقه الريفيه علشان وبنتكم معاكم، ان شفتوا قد ايه فرحته بيها كبيره وان هي نورت حياته، يعني يديله صحه ويربيها ويجوزها كمان يا رب ان شاء الله. امين. طب انا سؤالي بقى، إذا كان الوضع هو بيقول إن الحالة النفسية بالنسبة له هي اللي تسببت له في كل الانتكاسات الصحية اللي حصلت دي، هل تم عرضه على طبيب نفسي؟ لا، إحنا لسه كان الدكتور اللي بيتابع دكتور محمد سلامة قال لنا عايزين دكتور نفسي، وبعد كده رجع قال إحنا هنعمل الكورس ده في البيت بدون دكتور نفسي، إدانا شوية تمارين وإدانا شوية حاجات كده نظام هنمشي عليه مع الأستاذ، بدأنا ننفذه من امبارح، وقال ده في خلال 20 يوم ان شاء الله الاستاذ هيرجع في حاله احسن من الاول يا رب. امين. بس طبعا ده يعني احنا ان شاء الله يأدي كل اللي انتم عايزينه، بس فكره الطبيب النفسي اكيد ما هياش مستبعده ابدا، لانه شخص حساس من جواه جدا وبيعز عليه حبايبه، احنا عارفينه بيته كان مفتوح للناس كلها حقيقي. طيب هل حصل اي تواصل من الشخص اللي تم رفع القضيه على الخيانه والنصب اللي حصلت، علشان او تواصل هو معاكم للصلح او انه يغير الاوراق او اي حصل اي تواصل؟ لا خالص، هو الاستاذ وسط ناس ان هم يحلوا الموضوع معاه، والناس دي للاسف ما حلتش، بل الموضوع تواطأ اكتر، فاحنا الموضوع مع القانون، يعني هو حاليا في جلسه بكره 8/1 ان شاء الله، ونتمنى ان هي تجيب حاجه عشان نتكلم في الموضوع ده، والاستاذ تعبان برضه. الحق بيرجع لاصحابه يا مدام سماح، بس انا مين اللي تدخل؟ هل كانت النقابه ليها طرف لان اعاده الحق ده؟ يعني احنا مثلا سمعنا تصريحات للفنان مصطفى كامل قال ان انا بتواصل معاه هو شخصيا الموسيقار حلمي بكر وبكلمه في التليفون وبطمن على صحته، لكن مش قادر ازوره. لا مفيش، ده الاستاذ طلبه اكتر من مره الشهر اللي فات في بدايه التعب وبدايه المشكله، وهو ما ردش عليه، مفيش تم تواصل ولا حاجه، ده مش حقيقي، والاستاذ رفض يروح مستشفى النقابه وصرح بده للاعلام، وده خلاه طلع بقى قال اكاذيب واقاويل مش كويسه، وبناء عليه احنا ردينا بالقانون. احنا في دوله قانون، واحنا دوله مؤسسات ودوله قانون، وكل واحد في مصر تحت مظله القانون، مفيش حد فوق قانون مصر طبعا، مصر دايما بلد قانون. طب بالنسبه للفلوس بتاعه المستشفى ال 150,000 جنيه، انتوا دفعتوها فعلا يا استاذ سماح؟ دفعناها للنقابه ومعانا شيكات بيها. طب هل تم عرض العلاج على نفقه الدوله للموسيقار حلمي بكر؟ حصل، وبعد كده النقابه بعتت لوزاره الصحه وقالت انهم عندهم تامين ليه، فمش من حقهم يعالجوه على نفقه الدوله. الاستاذ اصلا قال لي وقتها ما تتكلميش في الموضوع، لان انا مش رايح اي مستشفى. انا رحت المستشفى تعبت، انا خلاص بقى عندي عقده من المستشفى. بس يمكن الموضوع العلاج على نفقه الدوله، احنا عارفين انه قد ايه الدوله بتولي له اهميه كبيره، وخصوصا للشخصيات المؤثره عندنا وفي تاريخنا، احنا بنتكلم على يعني استاذ كبير طلع اجيال وعلم اجيال، لو اتعرض ده او اتفتح الملف ده تاني، تحبي او تطلبي ان الاستاذ سواء كان علاج نفسي او بدني او غيره يكون على نفقه الدوله؟ حبيبتي الاستاذ حلمي بكر قيمه وقامه فنيه كبيره في الدوله، ومصر بتقدر يعني ناسها كويس، ومصر بتحترم قيمتها وقامتها، ولو هو كان طلب اي مستشفى يروحه ما كانش في حد هيقفل باب المستشفى في وش حلمي بكر ايا كان. بس احنا عارفين ان هو مش الشخصيه بتاعت انه يطلب حاجه من غير تكون مدفوعه الاجر، احنا عارفين قد ايه هو شخص عزيز النفس. كويس، احنا سعداء جدا انك طمنتينا عليه، بس في حاجه تحبي توجهيها دلوقتي رساله من حديث القاهره للناس اللي بتسال عنه وتألمت عشان الشكل الاخير اللي شافته فيه مريض؟ الالم اللي ظهر بيه ده كان هو ما كانش طبعا احنا ما كناش نحب ان هو يظهر كده اصلا، لكن هو اللي اصر وقال انا لازم اطلع ارد عشان المهاترات دي تقف والاكاذيب والاقاويل، كل واحد ما حدش يتدخل في بيتي وما حدش يتدخل في علاقتي مع اسرتي، ما يصحش.
لكن انا احب اوجه لكم شكر طبعا ان انتم مهتمين بالاستاذ ومهتمين بالموضوع، وشكر الخاص لحضرتك يا استاذه كريمه. انا اللي بشكرك لانك يعني لشجاعتك وقوتك ووقفتك في موقف صعب زي ده، احنا عارفين قد ايه موقف مش سهل ابدا عليكي. ربنا يقويكي كمان عشان ريهام، قلبنا معاكي وبنتمنى لك يا رب كل الخير، ونسمع منك المره الجايه بصوتك يا مدام سماح ان انت بتطمنينا وتقولنا الاستاذ حلمي بيضحك وقاعد وبيتحرك. ان شاء الله بيعمل ان شاء الله قريب، ايام قليله جدا وان شاء الله هيبقى كده. واوعدك ان احنا هنذيع الخبر فورا على صوتك هنا نفرح بيه احبابه. بنشكرك جدا جدا مدام سماح الفرشي، شكرا. ربنا يطمنا عليه، اكيد المرض شيء صعب جدا، ربنا يحمينا جميعا. المنتخب المصري اللي وعد امبارح واحنا ذعنا الخبر، وعد الرئيس في زيارته التفقديه ليهم امبارح ان هو ان شاء الله هيرجع لنا بالكاس. النهارده كان عنده مباراه وديه مع تنزانيا فاز فيها 2-0. يا رب بدايه النجاحات وبدايه مبشره فعلا. معانا عبر زوم على التليفون زميلنا العزيز الناقد الرياضي والصحفي الاستاذ بلال السيسي. يا مساء الخير يا استاذ بلال. مساء النور يا استاذه كريمه، واهلا بيك واهلا بمشاهدينك ومتابعينك في كل مكان، ودايما متالقه ودايما يعني بتقدمي ماده محترمه تخدم المجتمع وتخدم كل من هو متابعك. بوجودكم يا استاذ بلال، انتوا اللي بتفيدونا وانتوا اللي بتساعدونا نعرف. الحقيقه بقى النهارده عايز اعرف تقييمك. هي اي نعم مباراه وديه لكن النتيجه كانت بدايه خير وتدعو للتفاؤل، تقييمك بقى للاداء النهارده كان ايه؟ هو في المباريات الوديه عموما بيبقى هدف المدير الفني اكثر من الاداء هو الوقوف على بعض النقاط السلبيه اللي بتطرد الفريق من اجل معالجتها قبل خوض غمار منافسات كاس الامم الافريقيه. شفنا النهارده يعني فيتوريا كان في حراسه المرمى محمد صبحي، يمكن محمد صبحي بيجهزه نفسيا، محمد صبحي كان بعيد بشكل كبير جدا خلال المرحله الماضيه عن المشاركه، كان وجود صبحي النهارده مهم جدا خاصه في ظل جاهزيه بقيه الحراس سواء محمد الشناوي او احمد الشناوي او بجبل، خاصه ان هم كانت رجلهم في الملعب وكانوا بيلعبوا بشكل مستمر. كان خطوه موفقه من وجهه نظر النهارده لفيتوريا اللي هو يمنح محمد صبحي المشاركه. المباريات الوديه عموما زي ما احنا بنشوف مش المهم فيها الاداء، المهم فيها اللي احنا بنقف على بعض السلبيات اللي احنا نتجنبها في المباريات الرسميه ان شاء الله. انتصار كان مهم جدا النهارده بكل تاكيد، طمنا على لعيبه كتير جدا طبعا في مقدمتها صبحي زي ما قلنا، وكمان احمد حجازي اللي كان راجع من فتره طويله جدا للاصابه والصليبي، وكان مع اتحاد جده لسه يا دوب هو بيشارك لعدد قليل من مباريات. والنهارده كان حجازي كان وجوده مؤثر للغايه ومهم جدا، خاصه ان حجازي واحد من الاعمده الاساسيه لدفاع منتخب مصر بجانب محمد عمنان. كلنا ثقه في كل اللعيبه، فيتوريا النهارده كانت تجربه مفيده جدا بالنسبه لي من وجهه نظري، قدر اللي هو من خلالها يقف على بعض النقاط او بعض الملاحظات اللي هو كان حابب اللي هو يدونها في اجندته قبل السفر باذن الله يوم 9 لكوتيفوار لخوض غمار كاس الامم الافريقيه. ان شاء الله يبقى اذا السفر بتاع الفريق هيكون يوم 9 ان شاء الله، هيتحركوا من مصر. امر الله ان شاء الله. هايل. طب احنا عارفين ان قوه الفريق المصري الحقيقه مش بس في قوه رجالته، يعني اللي احنا عارفين ان هم بيبقوا قد المسؤوليه، لكن في الـ الهارموني اللي بيحصل بينهم او التناغم اللي بيحصل بينهم في الملعب، حسيته ازاي النهارده؟ خلينا اقول ان الجميع في داخل منتخب مصر على الاقل بالرغم الواحد من اجل اسعاد الجماهير المصريه والعوده مجددا من منصات التتويج بعد غياب كبير جدا عن اللقب. اخر مره حصدناه كان 2010 لم يحالفنا الحظ في التاهل للنهائي مرتين اثنين وبنخسر البطوله امام الكاميرون وامام السنغال. اعتقد ان باذن الله ان شاء الله منتخب مصر من اللي احنا شايفينه مع جهاز فني محترم ولاعيبه مركزه بشكل كبير جدا قادرين باذن الله ان شاء الله على حظ اللقب بامر الله وتحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله في كوتيفوار، طالب باسم الكره المصريه وسمعه الكره المصريه. واعتقد كمان ان كل لعيبه منتخب مصر على قلب رجل واحد زي ما قلنا، والجهاز الفني مركز بشكل جدا ان شاء الله باذن الله من اجل تحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله باذن الله. متفائلين جدا يا استاذ بلال، لكن لو سالتك على اصعب المنافسين تقدر تقول لي عليهم مين اللي من وجهه نظرك ممكن نحط قدامهم كلمه اصعب المنافسين؟ خليني بس يعني اقول لك على حاجه مهمه جدا، اي منافس او اي منتخب بيلعب في كاس الامم الافريقيه هو عليه ان يحصر من منتخب مصر، منتخب مصر لا يخشى احد، منتخب مصر يمتلك الكثير من اللاعبين القادرين على صناعه الفارق. طبعا بنحترم كل المنتخبات ونحترم كل المنافسين، لكن احنا الحمد لله رب العالمين الاكثر تحقيقا للبطوله عبر التاريخ، بنمتلك زي ما قلنا محمد صلاح واحد من افضل اللعيبه على مستوى العالم حاليا او قد يكون هو الافضل حاليا. ممكن يكون منتخب السنغال قوي، منتخب كوت ديفوار منتخب قوي
والبطولة على الأرض وسط جماهير منتخب المغرب بطل رابع العالم في آخر كأس العالم، منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، لكن كمان احنا منتخب مصر احنا ما نخافش من حد، احنا رايحين وهدفنا اللي احنا على لقب بأمر الله ان شاء الله ونحقق لقب، احنا الله. لا نخشى احد لكن نحترم المنافسين وندي كل منافس حقه وندي كل منافس احترامه من اجل تحقيق النتائج والهدف المرجو باذن الله ان شاء الله واعتلاء منصه تتويج مره اخرى ان شاء الله. واحنا نستاهل، نبارك لبعض ان شاء الله بعد العوده بهذه البطوله لان احنا نستاهل. بشكرك جدا زميلنا الصحفي العزيز الاستاذ بلال السيسي على كل المعلومات اللي اديتها لنا. احداث غزه 93 يوم من الدمار والمجازر، والعالم اللي بيغمي عينيه قياداته صناع القرار على ان هم يقفوا صف واحد، واتصور هنا كلنا عارفين انا بتكلم عن مين، علشان ايقاف هذه المذابح اللي بتتقدم على مرأة ومسمع من الجميع. 93 يوم كل انواع الاسلحه استخدمت في هذا المكان الضيق اللي فيه 2 مليون شخص، اسلحه محرمه دوليا وغيرها.